السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، يتجدد اللقاء مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم خواص الضرب، صفحة رقم 74. خواص الضرب عندنا في درس اليوم، بالنسبة لخواص الضرب يوجد ثلاث خواص. خلينا كده نتطلع مع بعض على الخاصية الأولى. زي ما انت شايف في بداية الدرس في بند تعلم، لو طلعنا أول شيء بيقول لي ما عدد العناصر في كل مصفوفة. أنا عندي هنا على اليمين عندي عدد الصفوف 2، وعندي في كل صف 4 أقراص، فعندي 2 ضرب 4 يساوي 8، وعندي في المصفوفة الثانية عندي 4 صفوف، في كل صف في قرصين، ف4 ضرب 2 يساوي 8. إذا عندي هنا صفين والصفين فيهم 4 أقراص، زي ما بنقول صفين و4 أعمدة، يبقى 2 ضرب 4. أما الجزء الثاني عندي 4 صفوف وعندي عمودين 4 ضرب 2. إيه اللي إحنا ملاحظينه؟ إن لما ضربنا 2 ضرب 4 ساوي 8، ونفس الشيء 4 ضرب 2 يساوي 8. إذا هنا لما بدلنا الاتنين مع 4 ضربنا 2 في 4، ولما بدلناهم ضربنا 4 ضرب 2 صار نفس الشيء. إذا 2 ضرب 4 يساوي 4 ضرب 2، الناتج يساوي 8. طيب ننتقل لمثال آخر في المصفوفة الأخرى. عندي في المصفوفة الثانية اللي على اليسار عندي 3 صفوف، الصف في 5 أقراص، وهنا أقول 3 ضرب 5 يساوي 15. أما المصفوفة الثانية عندي 5 صفوف اللي ملونة باللون الأخضر، وعندي في الصف 3 أقراص، يبقى 5 ضرب 3 يساوي 15. تمام. فإحنا برضو هنا ملاحظين إن 3 ضرب 5 تساوي 5 ضرب 3 يساوي 15. وهنا نقدر نوصل ان هنا ان عملية الضرب زي ما بنقول عملية إبدالية. عملية ايه؟ إبدالية، او بنقول عليها ناتج الضرب هو نفسه مهما اختلف الترتيب. 2 ضرب 4 هي نفس الشيء 4 ضرب 2 هيساوي 8، او 3 ضرب 5 يساوي 5 ضرب 3 يساوي 15. دي بالنسبة للخاصية الأولى. ننتقل إلى الخاصية رقم 2. زي ما أنت شايف عندك في الوسط عندي هنا عايز يجيب يوجد ناتج ضرب 2 ضرب 3 ضرب 8. إزاي أضرب 3 أعداد في بعض؟ طبعا عندي هنا بيقول لي عندك 3 طرق ممكن تضرب بيهم 2 ضرب 3 ضرب 8. زي ما انت شايف في الطريقة الاولى 2 ضرب 3 ضرب 8، الارقام اللي باللون الاحمر انا سويت عليهم قوس، هضربهم هما الاول اللي هما الاتنين ضرب تلاتة، صار الناتج 6. الستة اضربها في 8 يساوي 48. بأول شيء أنا ممكن أسوي قوس على أول عددين. طيب الطريقة الثانية نفس الكلام، 2 ضرب 3 ضرب 8، أنا ممكن أسوي قوس على آخر عددين اللي هما 3 و8. طبعا الاتنين تنزل، 3 ضرب 8 يساوي 24، الناتج يساوي 48. طيب بالنسبة للطريقة رقم 3، انا ممكن اخد العدد الاول مع العدد الاخير اللي هما العدد اللي باللون الاحمر اللي هما 2 و8،
اضربهم في بعض يديني 16، ال16 اضربها في الثلاثة يساوي 48. لو انت ملاحظ ان انا في الطريقة الاولى او في الطريقة الثانية او في الطريقة الثالثة لما اجي اضرب ثلاث اعداد، اذا اخدت اي رقمين وضربتهم بالرقم الثالث يصير نفس الناتج. طيب في هذه الخاصية بنسميها خاصية التجميع. وفائدة خاصية التجميع اللي هي بتبسط المسألة، بدل ما تضرب ثلاث أرقام لا أنا ممكن أضرب رقمين والناتج اللي يطلع أضربه في الرقم الثالث، ولذلك الخاصية رقم 2 اسمها ناتج ضرب ثلاث أعداد هو نفسه مهما اختلف التجميع. ما معنى كلمة مهما اختلف التجميع؟ يعني أخد أي عددين أضربهم الأول وبعد كده أضربهم في العدد الثالث. في اشياء اخدناها بيقول لي هنا تذكر، طبعا كل الناس عارفة ان عند الضرب في العدد صفر العدد يساوي صفر، اي رقم اضربه في صفر يساوي صفر، 5 ضرب صفر يساوي صفر، 6 ضرب صفر يساوي صفر، وهكذا 100 ضرب صفر يساوي صفر، اي عدد اضربه في واحد يساوي العدد نفسه، يعني 7 ضرب 1 يساوي 7، 20 ضرب 1 يساوي 20، 1000 ضرب 1 يساوي 1000. ننتقل إلى الخاصية رقم 3. قبل ما ننتقل للخاصية رقم 3 إحنا أخذنا خاصيتين. أول خاصية ناتج الضرب هو نفسه مهما اختلف الترتيب، إحنا سميناها خاصية الإبدال. والخاصية الثانية لو أنا عندي ثلاث أرقام عايز أضربهم في بعض أستخدم خاصية التجميع. الخاصية رقم 3. الخاصية رقم 3 زي ما احنا شايفين أمامنا، أوجد ناتج ضرب 2 ضرب 8. الخاصية دياتي احنا بنسميها التوزيع، بمعنى 2 ضرب 8، التمانية زي ما انتم شايفين كده انا استبدلت التمانية وعملتها داخل قوس 3 زائد 5، كأني تجزأت التمانية، جزأتها العددين 3 و5، يبقى 2 ضرب التمانية خلاص صارت 3 زائد 5. هبدأ بقى اوزع الاتنين اللي برا القوس. يعني ايه اوزعها؟ يعني هضربها في العدد 3 زي ما انت شايف كده باللون الازرق، وهضرب الاثنين في العدد 8 زي ما انت شايف باللون الاحمر. 2 ضرب 3 يساوي 6، و2 ضرب 5 يساوي 10. طبعا هجمع الخطوة الاخيرة، 6 زائد 10 يساوي 16. يبقى انا عملت ايه؟ 2 ضرب 8 جزأت ال 8 ل 3 زائد 5، وبعد كده وزعت عليهم العدد 2. وزعته ازاي؟ يعني ضربت ال 2 ضرب ال 3 زي ما انتم شايفين بالازرق، وال 2 اتضربت في ال 5 باللون الاحمر. ضربت 2 ضرب 3 يساوي 6 زائد 2 ضرب 5 يساوي 10. الخطوة الأخيرة جمعت 6 زائد 10 يساوي 16. تمام، احنا الخاصية دي هنسميها خاصية التوزيع. تمام، طيب ننتقل مع بعض التمارين. تمرن رقم 1 بيقول لي اكمل السؤال الاول، 2 ضرب 5 يساوي كم ضرب 2؟ طبعا احنا درسنا في بداية الحصة خاصية اسمها ناتج الضرب لا يختلف مهما اختلف الترتيب، او لا يتغير مهما اختلف الترتيب، بمعنى 2 ضرب 5 تمام يساوي 5 ضرب 2. يبقى اذا هكتب في المربع ده 5. تمام، ننتقل الى رقم ب، 85 ضرب 1. لسه جايلين تذكر ان اي عدد اضربه في الواحد يصير نفس العدد، اذا 85 ضرب 1 يساوي
85. برافو، تمام. طيب رقم جيم 9 ضرب 0، برضو الضرب في صفر كان من التذكر بتاعنا اليوم، وقلنا اي عدد نضربه في صفر يصير صفر، اذا 9 ضرب 0 يساوي صفر. برافو، تمام. ننتقل الى السؤال الثاني، اوجد الناتج. طبعا السؤال الثاني يخص الخاصية رقم 2، والخاصية رقم 2 كانت بتتكلم عن ضرب 3 اعداد. لو انا هضرب 3 اعداد هبدأ اعمل عملية التجميع، تمام. ممكن اجمع اول عددين، يعني اضرب اول عددين يبقى هسوي قوس حق اول عددين، الناتج اللي هيطلع اضربه في العدد الثالث. طيب خلينا كده نشوف رقم الف 2 ضرب 4 ضرب 5. سامع واحد بيقول يا شباب ان احنا نضع قوس حق الاثنين ضرب 4، تمام. يبقى اول شيء حط 2 ضرب 4 نساوي قوس. برافو. هنضرب اول شيء 2 ضرب 4 يساوي 8، الـ8 اضربها ضرب 5 الناتج يساوي 40، تمام. برافو، تمام. بنفس الطريقة هنحل رقم ب 3 ضرب 3 ضرب 3. نفس الطريقة، هنضع قوس على 3 ضرب 3 بالشكل ده، ادي 3 ضرب 3 هنسوي قوس، هنضرب 3 ضرب 3 الناتج يصير 9، الـ9 اضربها في الـ3 يساوي 27، تمام. بنفس الطريقة ايضا رقم جيم 10 ضرب 4 ضرب 2. هنعمل قوس على 10 ضرب 4، يلا نعمل قوس على 10 ضرب 4، 10 ضرب 4 يساوي 40، الـ40 اضربها في 2 الناتج يساوي 80، تمام. طيب ننتقل الى السؤال الاخير معانا في درس اليوم، اللي هو السؤال، ننتقل الى السؤال الرابع والاخير معانا في درس اليوم، والسؤال بيتكلم عن الخاصية الاخيرة اللي هي خاصية رقم 3، خاصية اللي احنا قلنا هنجزئ العدد وبعد كده هنوزع. تعال كده نشوف مع بعض المسألة رقم ألف، عايز 5 ضرب 9 زي ما احنا شايفين، الـ5 زي ما هي 5، أما الـ9 صار جزئي، جزأنا الـ9، الـ9 عبارة عن 2 زائد 7، وبعد كده يا شباب احنا كده جزأنا. الخطوة الأولى تجزئة، الخطوة الثانية توزيع، هنوزع الـ5 على الـ2 والـ5 على الـ7. يعني ايه هنوزع؟ يعني هنضرب الـ5 ضرب 2 زائد الـ5 ضرب 7، ولذلك لازم اكتب في المربع الاول اللي موجود امامي 5 ضرب 2 زائد 5 ضرب 7. طبعا هنضرب اول شيء 5 ضرب 2 يساوي 10، برافو، هنكتب 10، زائد 5 ضرب 7 يساوي 35، والخطوة الأخيرة هنجمع 10 زائد 35 يساوي 45. بنفس الطريقة اللي حلينا بيها السؤال ألف ننتقل إلى السؤال باء، عايز أضرب 4 ضرب 10، هننزل رقم 4 ونجزئ الـ10، هنجزئ الـ10 لعددين، 5 زائد 5، برافو، تمام. بعد ما نجزئ هنوزع الـ4، هنضربها في الـ5 الأولى وهنضربها في الـ5 الثانية، يبقى 4 ضرب 5 زائد 4 ضرب 5، 4 ضرب 5 اللي في القوس الأول يساوي 20، زائد 4 ضرب 5 القوس الثاني يساوي 20، 20 زائد 20
يساوي 40. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم. إلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.